الوضعيه اللي كتعيشها فريق اتحاد طنجه مع الازمه اللي عشناها تقريبا ملي دات اتحاد طنجه بالبطوله، حنا كنعيشوا هذه الازمه هذه دائما. اتحاد طنجه هي هربانين من السيكوندي خصنا نطلعوا من بريميرا، حاجه وحده ما كنلعبوش لا بوديوم ما كنلعبوش لا بطوله، لعبنا عام واحد فرحنا عام واحد من بعد صافي، دائما انتكاسات دائما حنا هوادين دائما لاعبين ما مخلصين شيء. حنا كتشوف دابا العام اللي فات عملنا مضاربه بحال هاد الساعات، عاود العام نفس الشيء، يعني ما يمكنش يكون العام حنا خصنا نعاودوا هاد الشيء هذا، حنا ضروري خصنا شي حل. الطالب ديالكم سمو؟ مطالب ديالنا اتحاد طنجة مدينة كبيرة، ثاني قطب اقتصاد في المغرب، خصنا ضروري نلعبوا على البوديو، ضروري اتحاد طنجة تكون بالثلاثة في الأوائل. أنا كشباب مدينة طنجة، السبب الواحد اللي خلانا نخرجوا هنا هي الغيرة ديالنا لهاد المدينة هادي. حنا شنو اللي فرق بيننا وبين كازا والرباط وهاد المدن هادو اللي كينافسوا على البطولة؟ بالعكس حنايا عندنا إمكانيات اللي نقدروا حنايا دائما نكونوا كننافسوا حنايا الأول على بوديو ولا افريقيا، حيت حنايا عندنا كل الامكانيات، عندنا جميع الموارد باش نكونوا حنايا كننافسوا على البطوله، ولكن حنايا عندنا لا، حنايا عندنا حاجه واحده من هنا اللي ما كتخليناش ننافسوا على البطوله، هما السياسيين اللي دايرين بهذه المدينه هذه ما كيخليوش المدينه تزيد من قدام من ناحيه الرياضه، حاجه واحده حنايا اللي اصلا حنايا دابا اللي باقي لنا حنايا اللي مخلينا دابا حنايا كنعيشوا في هذه المدينه ولا كنعيشوا في الدوله هي اتحاد طنجة، هي اللي هي المنتعش ديالنا اللي كتخلينا نمشيو من داكشي اللي في القلب ديالنا نخيوها في الكامبو. دابا لا، دابا كون العام كنجبروها في السيكوندا مره في شنو نقولوا له مره كتنافس مره ملاعبيه ما مخلصين شي مره الرئيس كيتخبى، علاش حنا دائما نبقاو نعانيو؟ واش ماشي من حقنا حنايا كجمهور نفرحوا كل عام ندي بطوله كل عام نفسه على افريقيا؟ واش ماشي من حقنا حنا كابناء طنجة دائما نكونوا حنا الاولى في البوديو؟ السبب الخاوة ديالي هي السياسه ديال المكتب الفاشله الخاوة، دائما حنا نبقاو معاولين الى الوالي، السيد الوالي مشكوه قال له جماعة عفوا ولا هادشي هذا، كيفاش هادشي هذا اخي؟ حنا خصنا فرقه مدينه ثاني قطب اقتصادي في المغرب كتعاني كل سنه، خصنا نفهموا هادشي كيفاش عامل. شنو المطالب ديالك تما كتجمعوا الطالب؟ المطالب ديالنا هي تنقف فرقه، حنا ما عندنا حتى حاجه تربح مع هادشي، كنضحيو هوادي سامحين في الخدمه ديالنا، ضحيين براسنا، جابوا بكامل بوبري مشكور، كنوجهوا له التحيه من هنايا. اسينا كتشوف اخي. خرجنا هذه الوقفه الاحتجاجيه كنطالبوا من المسؤولين انهم يشوفوا الوضعيه ديال الفرقه ديالنا، لانها كنشوفوها كتسير من واحد التهميش من واحد بين قوسين ان الشفاره كيدوروا بالفرقه، وما كرهناش ان الفرقه ديالنا تكون بحال فراقد، الناس كتلعب دائما على الالقاب على بزاف الحاجات، يعني ماشي كل عام كنعانيو في نفس المشكل، دائما متدهيلين ترتي. وشكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.